شو اسمك انت؟ فما شكون قال لي فما شكون قال لي بان جوست حبيت نحكي لكم على الفيزيك كوانتيك وحده بركه تعرف هي تيوري كي تري كومبليكي استعملوها لي فيزيسيان بور ديكريغ لي موفمون دي اتوم اي شوف فهم دي اتوم صح بان برشا دور لي دونك الحكايه الكل يقولوا فاستمعوني بكده كي برشا من الناس يفكروا في نفس الحاجه اما في نفس الوقت الحاجه اللي يفكروا فيها نجم تصير من بعد نعملوا تجربه صغيره سابيا باش ناخذ ان جو دو كارت هو هذا نخرج الوراق خلي عندك الباكو ماشي نوريك الوراق الكل مش كيف كيف الفوق سامحوني سي بون بيان توا تعطيني الباكو نتاعك تاخذ الوراق عندك وتخلط تاع الميلونج خلاص سي بون صحيت صحيت تخلي عندك الباكو توا باش نعمل ان انفونتاي وانت خذ ورقه اللي تحب عليها تخي بيان وريها الناس الكل انا ما نشوفهاش سي بون ميرسي توا رجعها مقلوبه في وسط الباك صحيت توا اعطيني بيزو اعطيني انت تحلم وين ايش توا باش نسيت كيفاش هذا الباكو هذا الباكو باش نرجع الاوراق في وسط الباكو ومن بعد نخليهم عندي باهي سامحني شنو هو لون الورقه اللي شفتها؟ لا مش تحكي معك لون ورقه كحله تخافل ولا بيك؟ تخافل تخي بيان شنو هو نمره الورقه اللي شفتها اللي خرجت شنو اسمك انت؟ وي ذكرني في عزيزي عايز سان باهي كل مهم تولي ورقة واحدة اللي هي سان دو تخاف باهي هكا ولا دونك توا باش نخرجوا باكو كارتا بالحق باش نخرج الوراق كيما هكا طبعا هي بكدا توا باش الناس الكل باش نفكروا في سان دو تخاف اما مقلوبة خاطر انت دخلتها مقلوبة باهي تفضلوا سي بون باهي باش نحل الوراق بسياسة كيما هكا نعرفش كان نشوفو الناس الكل ولا وهوني فما ورقة واحدة مقلوبة نوريها لكم بالكدا شوفوا فما ورقة واحدة مقلوبة تنجم تشوفها شنو باش تاخذها توريها الناس الكل ميرسي صحيتك ترجع لوقتك يعيشك باهي شكون عنده ورقة ب 10,000 ولا 20,000 رجع حالكم بقى ما تخافوش. أي ورقة أي ورقة رجع حالكم. ما تندموش اللي عنده يجي ما يشوف فيكم كذا. يا شباب صحيح. أنت ما ديتي الجيل نتاعك. صحيح. صحيح بابا قفلت برشا كذا. شو اسمك عربي؟ وسام ايش ايش كذوم عنده يسوي احلم زاد الرابط